أن أكون بين هذا الحضور المشرف. طبعا موضوع غزة وما يحدث في غزة هو موضوع شائك وطبعا زلزال له ما بعده. وحينما ندافع عن فلسطين فنحن ندافع عن أنفسنا، عن مغربنا، عن وطننا، ليس عن فلسطين، لأن ما يحدث هناك ستكون له عواقب وخيمة في حالة ما إذا انتصر العدو على العالم العربي والإسلامي ككل. لذا القضية الفلسطينية هي قضيتنا نحن، من هذا المنظور نحن ندافع عنها ونحاول أن نعرف ما موقع الكيان الصهيوني هناك. طبعا يعني مداخلة ستتناول يعني محورين، المحور الأول كما عبر عنه الأستاذ، والمحور الثاني كذلك عبر عنه حينما قال يعني المقاومة بقوة الفكر. خصص المحور الثاني للمفاهيم، مجموعة من المفاهيم نتناول أو عنونت يعني هذا المحور بإمبريالية المفاهيم، بمعنى أننا لا نعيش إمبريالية السياسة فقط إنما إمبريالية المفاهيم. كذلك مجموعة من المفاهيم نرددها دون أن ندقق فيها، وهي مفاهيم تخفي أشياء خطيرة جدا لابد أن ننتبه إليها لنتصرف على حساب لا ما يراد منها بل بالعكس عكس ما يراد منها. طبعا الورقة يعني سأعتمد على منهج علم اجتماع تاريخي تحليلي نقدي، وهو حقل فرعي من علم الاجتماع يربط التحليل بشكل وثيق بالتوجهات الشائعة للتطور التاريخي. فبدون يعني ويمكن يعني يمكن عده نوعا ما من التاريخ النظري او تطبيق علم الاجتماع على المشكلات التاريخية، لان نحن نتناول مشكلة تاريخية، مشكل يعني فلسطين منذ سنة 1948. فبدون استلهام الماضي ومحاورة الراهي لا يمكن اتخاذ أي مسافة نقدية كيفما كانت دلالتها، باعتبار التاريخ حقل استقصاء وتفكير مع التركيز على ما يستدعي المقارنة بغاية الاستفادة، لأن معالجة هكذا موضوع لا يتطلب التوصيف الخارجي لسطح المشهد بل التحليل الحفري العميق بطريقة منهجية علمية، ولأن التاريخ وسيلة معرفة الواقع والأساس الذي يقوم عليه التخطيط للمستقبل. لنفكر سياسيا بشكل جيد فعلينا أن نقرأ التاريخ بشكل جيد كما يقول المفكر بيير فيلار. طبعا سأنطلق هنا يعني كلمة أثرتني في العنوان الحرب على غزة. طبعا هل هذه الحرب عادة حسب يعني كلاوزويتش يعني الحرب تقع بين جيشين متقابلين، لكن نحن نرى أن الحرب في غزة هي بين جيش قوي وأقوى جيش في العالم تقريبا، لأننا سنلاحظ أنها مساندة من طرف أمريكا والغرب بصفة عامة مع جماعة مقاومة. هل هذه حرب أم هي إبادة بالمفهوم الصحيح؟ لذا يعني حينما ذكر الأستاذ الحديث فهذا أساسي. الآن جميل وسائل الإعلام تقول حرب، لكنها ليست حرب لأننا مع قوتين غير متكافئتين إطلاقا، فهي مجرد إبادة للشعب الفلسطيني. إذا الطوفان الأقصى إبادة بالمفهوم التاريخي سيتام فيت غير مسبوق في تاريخ الصراع العربي مع الكيان الصهيوني. هذا الصراع كذلك مفهوم مربوط، نحن لسنا في صراع مع الكيان، نحن في استعمار مع الكيان. لاحظوا كيف ان هذه الكلمات في فرضها علينا الغرب ونتناولها دون ان ندقق في معناها، ويطرح اسئله اشكاليه
تعود بنا إلى عين المسلم. أفسد، كيف نفهمه؟ سياسة أنظمتنا، يعني علاقتنا بالآخر، الآخر يعني القلب، تحكمه وطرح أسئلة مقلقة. لماذا أخفق النظام العربي منذ 56 بطبيعة الحال في معالجة القضية الفلسطينية الأم التي مضى عليها نصف قرن تقريبا؟ وهل يحدث الإخفاق بصورة قدرية أو يحدث ذاتيا أو ميتافيزيقيا أم نتيجة عوامل إنسانية اجتماعية؟ البحث عن الظروف والملابسات، الجذور المادية والموضوعية، وسؤال الأسئلة هو كيف يتمكن النظام الرسمي العربي من امتلاك سلطة الاقتدار لفهم الأنا والآخر؟ وهل يحقق مصالح وأهداف مجتمعه؟ حينما أقول سلطة الاقتدار، نلاحظ أن مجموعة في غزة امتلكت سلطة الاقتدار واستطاعت أن تقف في وجه الكيان. لماذا الأنظمة تخاف ولا تأخذ، يعني لم تنتج هذه السلطة الاقتدارية؟ إذا نسيج التحرير يشتم من أرض فلسطين. معركة تحرير فلسطين تطارد شبح نكبة 48، أي بداية النهاية. يعني حينما نحلل جيدا ما يحدث في غزة هو بداية النهاية للكيان الفلسطيني المستعمر، آخر مستعمرة في الألفية الثالثة. ولا يمكن فصل معركة غزة عما سبقها من فترات تاريخية تولدت عنها. نحن إذا تراكم وليست طفرة. يعني وما ألم بالعرب من هزائم وتراجعات، ما يجري اليوم ليس طارئا بل يستند إلى كتلة مترصة من المفاهيم والمقولات الإيديولوجية أدت إلى ما أدت إليه. سألخص، انطلاقا من حرب 67، يعني كانت يعني معركة أو فشل نظام، 70 كانت فشل حركة، 73 كانت فشل حركة سياسية لتتوارث أو تتواتر الإخفاقات إلى كامب ديفيد، فوادي عربة، ثم أسلوب فتطبيع 2000 وثقافة أبراهام. هذا مسار كبير جدا، يعني إن شاء الله حرب غزة ستضع له يعني نهاية. إذا خيبات أمل من مناهج الحلول الليبرالية والعلمانية والاشتراكية في التربية والتعليم، في البحث العلمي والنهوض بالإنسان العربي ومخططات التنمية ومشكلات الفقر والطبقية وصولا إلى العدالة الاجتماعية. أتساءل، هل يمكن فصل كل هزيمة عن من سبقها من ظروف؟ هل يمكن فصل الهزائم كلها عن النظام الذي شكل أرضيتها؟ إذا منذ أزمة فلسطين الأولى والكوارث تلاحق العرب، كل العرب بسبب إقدام بعضهم على مبادرة انفرادية تصاغ في شكل يوحي بأنها تعبر عن وهم قومي، ورغم الإخفاقات المتوالية لم يرتدع السابق باللاحق. يعني نظرا لضيق الوقت يعني لن أسرد كل ما هذه مقدمة فقط. إذا طوفان الأقصى وعلاقته بواقعنا السوسيو اجتماعي، غير الحدث الملحمة كل المعادلات وألغى العمل بالمسلمات، أعاد القضية إلى خريطة الصراع الدولي بعدما ظنت أمريكا وحلفاؤها أنهم أخرسوا الصوت الفلسطيني والمطالب المحقة عبر الاتفاقيات الإبراهيمية. نحن يعني وصلنا إلى التحالف الإبراهيمي مثلا في المغرب، وإلا لماذا تطلب الأمر نقل الرئيس الأمريكي إلى الكيان ومشاركته في مجلس حربي بنفسه؟ لاحظوا يعني ما أحدثته غزة من رجة على مستوى العالم. هذا الرئيس الأمريكي، قوة أمريكا تنتقل كلها لفلسطين ليترأس رئيسها
المجلس الحربي بنفسه متبوعا بوزير خارجيته ووزير دفاعه وإرسال بوارج الحربية وحاملة الطائرات لعرض المكان، وسرعان ما توبع تحركه بتحرك رئيس فرنسا لتتواتر المواقف الغربية، بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا، كل الغرب صف وراء الكيان. وهذه نقطة مهمة يجب أن ننتبه إليها، الغرب كله جيش نفسه ضد يعني حركة تحررية، من تقول حماس هي حركة تحررية وليست حركة جهادية كما يعني عفوا إرهابية كما يصفها الغرب، هي حركة تبحث عن تحرر بلدها كما كانت الحركة الوطنية المغربية تناهض الاستعمار المغربي الفرنسي من أجل التحرير. إذا قلت ماذا يعني هذا الاصطفاف اللا مشروع واللا معقول للغرب؟ لاحظوا الرابط لنلاحظ هذه قصدة نوعا ما تاريخية. الاستعمار العميق من بين القوى الاستعمارية السابقة، احنا مر علينا استعمارين، الاستعمار الأول كان من طرف بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا والاتحاد الأوروبي، ومشاريع الاستعمار الاستيطاني المؤسسة، هذا الاستعمار الثاني. هذا الاستعمار الأول سلم المصباح أو سلم المفتاح للاستعمار الثاني مكون من أمريكا وكندا وأستراليا. فصيل المحاصر 17 سنة كسر الأسطورة، هذه يعني هذه حركة حماس التحررية فعلا هي حركة جهادية من أجل حقوقها. يبدو الغرب هنا لا يقاوم بل يتجسد أحيانا في أمر مطاع وهمس يفهم ولا يهمل. المشروع واحد من بامرمان سنة 1905 حتى بايدن سنة 2023، و 1905 هي سنة اكتشاف النفط في الشرق الأوسط. إذا منذ اكتشاف النفط كانت المنطقة يعني مرصودة من طرف الغرب، والغرب لا ينام، هو يبحث. يعني 1905 كان هناك مؤتمر دام سنتين، استدعي له المتخصصين من جميع الشعب وناقشوا كيف يمكن أن نسيطر على النفط في المنطقة. وطبعا آنذاك قسمت المناطق، يعني هناك بحوث في موضوع مؤتمر بامرمان يعني من 1905 وما يحدث الآن يعني واقع بدراسات علمية مدققة. طبعا يعني قلت سنة اكتشاف النفط في الجزيرة العربية ومستمر حتى الساعة ومؤطر بميثاق والرهان هو الرهان هو يعني دعم الكيان الصهيوني لخلق الشتات بين العالم العربي والإسلامي، عما غير نجمعه، لأن العالم العربي والإسلامي لو اتحد، لأن المنطقة كلها مليئة بالخيرات، خيرات المنطقة يستفيد منها الغرب. إذا لهذا زرعوا الكيان كغدة سرطانية حتى لا يتفق العرب إطلاقا ولا تكون كلمتهم واحدة. كانت لهم كلمة واحدة في عهد جمال عبد الناصر أحب ابن أم كريمة، لأن آنذاك كانت كلمة العرب كلمة واحدة بفضل الزعيم، لكن الظروف الموضوعية لم تكن في الصالح. والذي أشهر التجربة هو الغرب، الحرب الثلاثية التي أقامتها فرنسا وإنجلترا والكيان الصهيوني من طبيعة الحال. طيب إذا سألخص يعني هذا الواقع كله في بعض النقاط، أول نقطة أن العالم يعني العربي والإسلامي في ظل الحدث يعيش تحولا سوسيولوجيا وطفرة بالمعنى البيولوجي. بدلا من يعني تحولت المقاومة، فيما قبل كانت يعني الكيان الصهيوني هو الذي يهاجم
والمقاومة التي ترد. الآن انتقلنا من الرد إلى الأخذ بزمام المبادرة. تحولت المقاومة إلى الفعل والمبادرة بدلا من الصد ورد الفعل، وإلى حركة دينامية مصحوبة بالابتكار، وصارت التيار المخترق لمادة المشروع الاستعماري الاستيطاني الاحتلالي، وسأشرح هذا فيما بعد. ثانيا، انهيار مكانة الكيان العسكرية والأمنية والاستخبارية في ثلاث ساعات، يعني يوم السابع من أكتوبر، يعني هو يوم هزيمة بالنسبة لهذا الكيان الذي كانوا يوهمون العرب بأنه لا يمكن إطلاقا أن يواجهوه لأنه قوي. لاحظوا أننا الهزيمة كيعطوها لنا قبل، يشعروننا بالهزيمة قبل أن نتكلم أو أن نتحرك. ثالثا، أسقط الحدث حتمية الهزيمة أمام من نقف خلفه أو من تقف خلفه أمريكا بجبروتها، يعني وروجتها معه الأنظمة العربية الحاكمة لتعفي نفسها من المعركة منذ قال السادات مبررا هزيمته التطبيعية أن 99% من الأوراق بيد أمريكا. يعني حينما زار السادات القدس، يعني بطبيعة الحال هو أول تطبيع لتخرج أمريكا من المعادلة العربية، تخرج مصر من المعادلة العربية لأن مصر هي التي كانت تقوم، سادات ليبرر خطيئته التي طبعا ما يحدث في غزة نتج عنها، والتطبيع الذي حدث في المغرب كذلك نتج عنها، قال له يعني كل الأوراق بيد أمريكا، فما معنى ما نعملو؟ نحضر راسنا يعني لكي لنصبح مطيعين للغرب. رابعا، يعني أظهر الحدث قصر نظر الكائنات الحاكمة العربية بطبيعة الحال وفضيحة جيوشها، وانكشف فراغ الإطار السياسي الذي كانت تعمل من خلاله. عجز العرب، يعني الدول العربية كلها شنا، يعني انعقد يعني مؤتمر في المملكة العربية السعودية، عجزوا عن استخدام أوراق مهمة بيديهم، منها سلاح النفط، منها إلغاء التطبيع، منها قطع العلاقة الدبلوماسية كأداة لضغط سياسي، منها فتح المعابر، وعدم ترك إخواننا الغزاويين يموتون جوعا وعطشا. نحن نرى كيف يموت الفلسطينيون جوعا، يعني هذه وصمة عار على جبين يعني العالم العربي والإسلامي، يعني المسؤولين، لا أقول يعني الشعوب. أصيب الحكام العرب بفقر في الكرامة الإنسانية أمام ما يجري من مجازر. كلنا نتذكر حديث شارلي إبدو، يعني العرب يعني الحكام كلهم يعني أقيدوا، يعني اقتيدوا كالقطيع ليتضامنوا مع شارلي إبدو، والآن شعب يباد، يعني أطفال، نساء، شيوخ، ويعني المسؤولين في صمت رهيب. إذا كشف الحدث أن الحرب مع الاستعمار لا تقتصر على التحرر الميداني والجغرافي، بل على التحرر من التبعية البنيوية التي اصطدم بها المسؤولون وأراحوا أنفسهم من العمل الجاد والإبداع. ولأول مرة تضرب عقيدة العدو المبنية على القوة. كنا ننظر ونتفاعل ولا نبادر، كنا مفعولا به لا فاعلين، وأسس الحدث لإرادة جمعية وخيار شعبي وإحياء ثقافة الاقتدار الطريق إلى الندية، وأفرز معركة الوعي ضد السردية الصهيونية
لدى الشباب بالأخص يعني في الغرب. نحن رأينا أن الغرب كله يعني في وقفات وفي احتجاجات ضد ما يحدث. يعني 52% من شباب أمريكا سنهم ما بين 18 و 30 سنة يتعاطفون مع شعب غزة، وهي معركة تحفظ فكرة فعل التذكر وتربي الأمل في الأجيال وتقاوم طمس الهويات واغتيال الذاكرة الجمعية واغتصار الحقوق. وكما حدث منذ بدايته المظاهرات والاحتجاجات والوقفات المنددة بعنوان القيام في جميع بلدان العالم، واتخذت مقاومة الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم يعني من المقاطعة لغة التضامن والدعم والمساندة، وهي مقاربة سلمية وثقافة الأحرار وسلوك أخلاقي ضد همجية الكيان. المقاطعة بجميع أشكالها، تجارية، اقتصادية، أكاديمية، ثقافية، وبضائع المؤسسات متعددة الجنسية الصهيونية الداعمة لجنود الاحتلال. نحن رأينا مثلا كافو يعني عامل بباكي كيصيفطوهم من الأغذية لجنود الاحتلال. كانت في البداية حصرا على مناهضي ومقاومي التطبيع لتتخذ الطابع الشعبي فيما بعد، إذ حتى الأطفال يقاطعون بضائع العدو، ومنهم من يقاطع ليس بضائع العدو فقط، البضائع الأمريكية فقط، بل والفرنسية والبريطانية والأمريكية، ويعتبرها شريكا له. من النتائج الإيجابية لطوفان الأقصى على المجتمع العربي والإسلامي والدولي التغيير في السلوك اليومي للمواطن، وهذه مهمة جدا، وتنوع الفاعلين من حيث الطبقة والجندر والسن. يعني في الوقفات، أنا أشارك في الوقفات التي تقام في الرباط، يعني من جميع الأعمار يعني يحضر الناس الوقفات، في الأسر تحضر مع أبنائها، معناه أن هناك وعي على يعني على مستوى المجتمع إن شاء الله يعني سيعطي نتائج في المستقبل. وخلق نوعا من الفضول المعرفي، كل كيتساءل شو هو القسام، من هو أبو عبيدة، حتى على وسائل التواصل الاجتماعي، يعني ما هي حركة حماس، ما هي فلسفتها، معنى الاستشهاد، من هو السنوار. وعلى فكرة يعني خلق حذاء السنوار مشكلة بالنسبة للكيان الصهيوني، فهي إحدى إنجازاتي كما قال. أعاد الحدث الثقة بالنفس، وحتى الدول العربية التي كانت تنصاع لأمريكا خوفا ستتعامل مستقبلا بنوع من الندية، كما وقع في الامتناع عن الانضمام إلى تحالف حارس الازدهار، يعني ضد مشروع يعني تحالف البحر الأحمر. رأينا أن على الأقل العربية السعودية ومصر وكذا لم تدخل في هذا الحلف الذي كان بايدن يعده، الذي يذكرنا بالتسويق للتطبيع مقابل الازدهار. يعني حينما طلب من المغرب أن يطبع، قالوا له طبع وسيزدهر المغرب، وطبعنا ونلاحظ ماذا يحدث على المستوى الزراعي والفلاحي في المغرب. يعني وهذا الأسلوب الجديد في استمرارية المقاطعة سيؤدي إلى ثقافة نعتبرها شكلا من أشكال المقاومة، شأن الوعي الجمعي الذي سيترسخ جيلا بعد جيل، ليضحى الدافع الرئيس والسلاح الأخلاقي المدمر للكيان. على المستوى الإقليمي حصار الكيان، يعني حدث حصار للكيان الآن، أغليت المستوطنات في شمال الكيان وجنوبه، وهي أسست أساسا لحماية المستوطنين من العرب. هنا يعني أذكر بحنا أرانت، وهي فيلسوفة يعني هي يهودية
اصلها يهودي لكن يعني عاشت في المانيا قبل ان تنتقل وعاشت ظروف الهولوكوست قبل ان تنتقل الى امريكا. هي يعني حضرت بمؤتمر بالتيمور وصيت يعني عقد في امريكا سنه 1942. فانا كان الصهاينه يعني يحددون او يتناقشون حول انشاء دوله اليهوديه. فانا قالت لهم ستحاصرون من كل الجهات. وانطلاقا من هذا المؤتمر هي كانت صهيونية يعني صححت موقفها ويعني انتقدت ما هم بصدد القيام به. والذي يعني كنت قريت الكتاب ديالها إشمال جيروزاليم يعني الذي عنوانته بابتدال الشر. فيعني حتى وهذا ظاهر الآن حتى بعض اليهود هم الآن ضد ما يحدث في فلسطين، لأنه يجب أن نفرق بين اليهود وبين الصهاينة. نحن لا مشكلة لنا مع اليهود، المشكل مع الحركة الصهيونية التي هي جزء من الاستعمار الغربي. نعم اوكي نعم نعم طوفان الأقصى سيؤسس لمرحلة جديدة إقليميا واستقرارا دوليا لتطور محور المقاومة من فلسطين. أحببنا أن ترينا أنا يعني أنا لست مع يعني لا أدري تفرق في الأديان يعني شيعة وسنة أو كذا، لكن محور المقاومة أرى شخصيا أنه المحور الذي له مشروع ولهما دور يعني له تصور، في حين ان الانظمه العربيه لا تصور لها اطلاقا. كل نظام يبحث عن يعني لا ادري عن نفسي، لكن نحن كانظمه متفرقه لا يمكننا ان نتقدم اطلاقا اذا لم نتحد وتكون لنا سياسه يعني لا أقول موحد على الأقل في إطار موحد وتبقى الاختلافات في بالنسبة للدول فلن نتقدم. ونحن نسجل كذلك موقف أنا أسجل شخصيا موقف اليمن الجري الذي حدث الآن ونحييه طبعا. إذا سأصل فقط العناوين الأخرى. عندي عنوان إعادة بناء علاقة أنا العربية مع الآخر الغربي، هذه مسألة مهمة. والمحور الثاني هو إمبريالية المقولات والتبعية الإدراكية. وطبعا هذا أعطي بعض الأمثلة فقط، هذا محور جد مهم لكن لضيق الوقت. فقط يعني أعطي بعض الأمثلة لهذه المفاهيم التي يجب أن ندقق فيها. يعني لا أخص بالذكر الأكاديمي فقط، حتى المثقف العادي يعني بإمكانه أن يصحح هذه المفاهيم. أعطي مثال، مثلا عصر يعني عصر الاكتشافات، لاش ديكسبلوراسيون. نحن حينما ندرس يعني هذا عصر بدأ من أواخر القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر. يعني جميع الإنتاجات التي نقرأها تقول اكتشاف العالم الغربي بما سمي العالم الجديد. هذا مصطلح، أنا أنتقد هذا المصطلح لأنه يعكس تمركز الإنسان الغربي على ذاته. لماذا؟ وقبل القرن السادس عشر هل كان هناك فراغ؟ لاحظوا كيف تأسس المشروع الغربي. هذا الغرب يشتغل انطلاقا من يعني تأسيس علمي فكري كما قلت تشترك فيه جميع المواد، لا يختص بالمفكرين انما المفكرين البيولوجيين السوسيولوج، كل الاختصاصات تتضامن لتعطي مشروعا. بمعنى ان ما قبل السادس عشر القرن السادس عشر كله بالنسبه لهم فراغ،
بالنسبه للكيان الصهيوني تقول ارض بلا شعب لشعب بلا ارض، هذا خطا كذلك. بالنسبه للقضيه الفلسطينيه، احنا كنا تنقلوا القضيه الفلسطينيه وانا كنت سابقا في هي ليست قضيه فلسطين، هذه قضيه الصهاينه. فلسطين كانت بلاد بوم، لكن الصهاينه هما اللي استعمروهم. اذا لاحظوا، وهذه الالفاظ يعني راه ماشي بريئه، هذه الفاظ يعني ينشرها الغرب، نقراها نحن دون ان نتمحص فيها. بالنسبه للصهيونيه العالميه، تقول الصهيونيه العالميه هي صهيونيه غربيه اوروبيه، وصهيونيه يعني الرجل الغربي الابيض. لاحظوا حتى امريكا مثلا، هناك هما كلهم امريكيين، لكن السن ما عندهمش نفس الحقوق ديال البيض. وهي ماشي صهيونيه عالميه، لان القارات الخمس ما كانتش هي اليهود في القارات الخمس، كانوا في بعض الاماكن. والصهاينه اساسا اتوا يعني بالغرب، هو الذي يعني انشا الصهيونيه ولم تنشا لوحدها. بالنسبه يعني هناك انقلاب مفاهيمي كبير، وهذا العنصر كان جد مهم، لكن يعني غادي نخليو. واخيرا من مقاومه التطبيع الى مراجعه المشروع. احنا كنقوموا بالتطبيع لكن ما كافيش، يجب مراجعه المشروع الصهيوني من الف ب الى ياء. اما مقاومه التطبيع فقط فهي ليست كافيه، واعتذر فيما تقدمت، وشكرا.